بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شرحنا المرة اللي فاتت الفلتر، ازاي تعمل فلتر على فلو اوف داتا. حلو، عايزين نزود على الفلتريشن اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، نزود ايه؟ نزود ماب. لو انت جايلك داتا وعايز تعمل عليها مابينج، مابر لحاجة انت عاوزها مختلفة عن الجايالك، فعايز تعمل لها مابينج بطريقة معينة. حلو، يوز كيس مثلا انك عايز السترينجز اللي جايالك دي تخليها كلها كابيتال ليتر. حلو، فهتعمل مابينج للداتا اللي جايالك بالفورمات اللي انت محتاجها. ادي الفانكشن اللي كنا عاملينها، جيت داتا فروم فلو، بترجع لي فلو. اول حاجه ايميت ماي نيم از، وبتعد 3 ثواني عشان تعمل ايميت للقيمه دي، وبعد كده ثانيه هتايميت عمر، وبعد كده نص ثانيه ديسبلاي نيم عمر، بعد كده زودت ايميت ثانيه بتعد نص ثانيه برده، بس قلت فيها ايه؟ this is a longer string with more than 10 characters. حلو، او more than 20 characters. حلو، فده اكبر سترينج فيهم كلهم. حلو، فهعمل فلتريشن على ده، ان لو السترينج بتاعي اكتر من 20. حلو كده، فهيطبع لي ده بس من الايه؟ القيم دي، او السترينجز دي كلها، الايميتس فاليوز دي كلها. حلو، ادي الفال ترانسفورمد اند فلتر فلو، فاريبل متغير هعمل عليه ترانسفورميشن كمابر، هعمل مابنج للداتا اللي جايه، وهعمل فلتريشن على الفلو. هيساوي الفانكشن اسمها جيت داتا فروم فلو، وبعد كده اول حاجه هعمل عليها مابنج، وبعد كده هعمل عليها فلتريشن. طيب المابنج هعمل فيه ايه؟ هقول له ماب دوت ماب، الفانكشن اللي اسمها ماب دي جوه الفلو، هنلاقيها جوه فايل ترانسفورم دوت كي تي. عباره عن ايه؟ عباره عن انلاين فانكشن. حلو، قلت له it dot upper case local dot get default، يعني خلي لي كل امت الفاليوز اللي جايه لك كلها تبقى upper case، الحروف كلها capital. وبعد ما تخلص اعمل لي filtration وهات لي ال it dot length، اللي length بتاعه اكبر من كام؟ اكبر من 20. حلو، لو جيت عملت run وعملت filtration باللوج مسج اللي انا طبعها جوه الرام بلوكينج، ناديت على transformed and filter filtered flow dot collect. حلو، جوه رام بلوكينج قلنا عشان suspended function اللي هي collect، فلازم اناديها within coroutine scope. ادي الابليكيشن هيرن، ادي اللوجز لسه ما جاش فيها حاجه، هيعد الثلاث ثواني وبعد كده ثانيه وبعد كده نص ثانيه لحد ما يجيب اخر قيمه. اهو في الاخر قام طبع لي ايه؟ this is a longer string with more than 20 characters، وخليها لي كلها ايه؟ لو جينا بصينا كلها ايه؟ كابيتال. يبقى عمل مابنج للداتا اللي جايه لي، خليها لي كلها كابيتال، كل الحروف كابيتال. حلو، وبعد كده عمل لي فلتريشن باللي اللينس بتاعه اكبر من 20. هنا قلت له الفلت ترانسفورمد فلتر فلو دوت فلتر دي فلو دوت كولكت، وعملت لوج للفلتر دي فلو بال8، وخليت التكست فيو اللي هو ظاهر هنا بالكاركتر بتاعه اكبر من 20. حلو، ده كان شرح للمابنج، ازاي تعمل ماب على فلو جاي لك، وازاي تعمل فلتريشن.